كل عام وانت بخير. لك هي مدافع العيد. اي والله شبتوها شبتوها. كل عام وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ فانش تمام. رجلكم اليوم مقطع جديد. ليش مقطع اليوم؟ خلاصة الست شهور. هي صح انه صارت سبع شهور، صار ست شهور اشتغلت فيهم كامل، ست شهور كاملات. حلو حلو. اول شيء ما تنسوا لايك واشتراك وتسوي جديد تحت صندوق تابعوني عليه كامل، تابعوني على سناب بات وليتس جو نبدا المقطع. يعني اول شيء مبروك عليكم العيد، وينعاد علينا ان شاء الله بالخير والسعاده والبركه ان شاء الله، وعيد اضحى مبارك ان شاء الله. ما اعرف اقول معايدات، فعيدكم مبارك وبرك العيد علينا وعليكم. نروح للموضوع الثاني اللي هو خلاصة الست شهور. طبعا شكرا شكرا لأي واحد شاف المقطع، أي واحد سوى لايك، أي واحد سوى شير، أي واحد كتب في الكومنتات، أي حتى لو قال سلام لي، حتى لو انتقد يقول لي مو زين، أنا صراحة ما عندي مشكلة وما بلك. طبعا أي أحد، أي واحد قال لي صوت تبعك مو زين حطيت له بلوك، لا يقول لي مو زين لا أمسى، استغفر الله العظيم. فشكرا لك مع ست شهور، قسما بالله ممتعة مرة. ذيك المرة قاعد أكلم ولد عمتي أقول له أنا أي يوم صار فيه إذا ما في مونتاج أو تصوير صار اليوم عندي مرة تعبان. فأنا الحين خلصت الدراسة وبدأت أشتغل مع الوالد، فالحمد لله أني خلصت ست شهور قبل ما أبلش الشغل مع الوالد، لأنه كنت ماكل هام صراحة أني أشتغل على الوالد وراح أسحب على اليوتيوب لأني ما أقدر، لأنه قاعد أروح من الأربع الصبح للأربع العصر 12 ساعة شغل أبوي انجارة شيء شقك شيك وما اطيقه صراحة. شغل ابوي ما اطيقه لو ينطوني 200 ريال 250 ريال 2000 ريال 2050 ريال اي 2050 ريال معلش والله 200 الف ريال ما اطيقه مليونين ريال لا اذا 200 الف ريال صراحة اطيقه. شباب شكرا على اي شيء صراحة، والله في ناس مرة شجعتني. في وقت كنت ناوي اني اترك اليوتيوب، ما عندي شغل ما عندي اي شيء، بس ناوي كنت ناوي اترك اليوتيوب، زقت معي وقتها لكن شكرا لكم. خلينا نرفع عن اساس ايش؟ برستيج. ننتقل الآن للقناة ونشوف الإحصائيات. طبعا زي ما تشوفون قدامكم هي الإحصائيات اللي بدينا فيها، اللي كانت 1863 مشترك، 3 ساعات مشاهدة، أي متى؟ هي قبل 7 شهور اللي كانت بشهر 1/1/2023، والحين حنا ب 2023/1/7. أنا هو كان لازم ينزل المقطع هذا 1/6، ولكن صارت ظروف فتأخرت مقطعين وكذا، فحبيت إن أخليه ختامية نهاية الشهر، والحمد لله جت على رمضان صار على العيد. فنشوف الحين اللي جمعناهم 1930 مشترك. طبعا هم يصيرون 31 وينزلون 31 وينزلون، ما ادري ليش، لكن يلا جمعنا 453 ساعة 25,000 مشاهدة. صراحة رغم مرة كويس، صح انه مو بذاك الزود، ولكن بالنسبة لي مرة بطل. ليه؟ لانه في ناس حققت ارقام اوكي اللي هي 25,000 واكثر، لكن مو بالمقاطع، حققتها بالشورت. فانا ما ابي الشورت صراحة، الشورت ما ابيها ذاك الزود، انا ابي القناة نفسها اللي هي المقاطع اللي تكون 8 دقايق فوق، انا ابيها هي اللي تنتشر عشان الناس تعرفني انا. فما صراحة ما ادري وش اقول، لكن شكرا. 70 مشترك، ثانك يو على المشتركين، ثانك يو، شكرا لكم مشاركتكم حتى لو ما تشوفون القناه، شكرا لكم صراحه. تحيه خاصه لولد عمتي اياد واسمه ترابو، شكرا مره. الولد عيال هذا شجعني اكثر من ابوي صراحه، ابوي ما يدري اني عندي قناتي. اهم المناطق الجغرافيه اللي تتابعني، اول شيء المملكه العربيه السعوديه، تحيه خاصه صراحه، تحيه خاصه للكل، لكن المملكة العربية السعودية أغلى شيء عندي بالنسبة لي، والعراق ومصر والجزائر والأردن. صراحة أكثر اثنين أحبهم الأردن والمملكة العربية السعودية. ليش؟ ما يمكن المملكة السعودية عم يتربت فيها، لكن الأردن أحبها كذا، ليش ما أدري. طبعا قبل شوي طلعناهم أول 4، بعدها في عندنا من سوريا والمغرب فلسطين واليمن وتركيا ولبنان والإمارات والكويت وعمان وإندونيسيا وليبيا، بعد ليبيا تونس على طول، ما عندنا ولا شيء بين تونس وليبيا. والله ما شاء الله الولايات المتحدة لأنه قبل كان عندنا شو اسمه، قبل كنت أنزل مترجمات فبطل صراحة لأنه الموقع خرب عندي. فحس بس هذا اللي شفناه كامل، واللي ما شاف قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يروح يشوفها. يب طبعا في بانر جديد إن شاء الله، أفاتار تتغير إن شاء الله، يب نفس المقطع ذا اللي نزل، يا بعد يوم يومين يعني، ما بين يخلصون الفريق البانر، لأنه خلصوا لي ذي باقي البانر بس يخلصون إن شاء الله بعدين نشوف.
الى هون نكون صناعه المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك وحساب تويتر تاب صندوق تابعوني عليها كامل، وتابعوني سناب بعد. وشكر شكر خاص لكل اي واحد، كلكم تحيه خاصه اللي سب اللي سب ان شاء الله يعضك كلب. مع السلامه، حلقه العيد ورا مره بعد، بس كل عام وانتم بخير.